تفهم في تخطيطنا الخاص للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم 6 أكتوبر. برمجتنا الخاصة بدأت معكم من 7 متاع الصباح وتتواصل إن شاء الله حتى لل 11 متاع الليل مع إكيب كاملة ومتكاملة تأمن لكم النقل هذا من استوديواتنا وخارج استوديواتنا عن طريق مراسلين. دايوغ توتفيت باش نحطوا رحال في قفصة، ولاية قفصة، مع مراسلنا السيد حسام دلالي. صباح النور، أهلا وسهلا بك حسام. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. الوغ الجديد في قفصه في جولتك على مختلف يعني ايفيدامون المراكز ومكاتب الاقتراع. نعم، بعد جوله قمنا بها في عدد من مراكز الاقتراع في خلال 3 ساعات الاولى من الاقتراع الخاصه بالانتخابات الرئاسيه 2024. انا حاليا متواجد امام مركز اقتراع المدرسه الابتدائيه الجمهوريه وسط مدينة قفصة، اللي هو تقريبا يعتبر أكبر مراكز الاقتراع هنا في الدائرة الانتخابية بقفصة، اللي فيه 8111 الناخب وناخبة اليوم يختاروا رئيس الجمهورية 2024-2029. هذا المركز الاقتراع فيه 7 مكاتب اقتراع. اللي لاحظناه واللي لاحظته أنا كصحفي ميداني اليوم في هذا المركز أنه تواجد نسب محترمة محترمة جدا، سواء كان في هذا المركز وفي عدد من المراكز اللي قمنا بزيارتها خلال 3 ساعات. النسبة محترمة، حتى الآن ننتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش تعطينا آخر الأرقام بخصوص نسب الإقبال الخاصة بالاقتراع إلى حدود الساعة 11 صباحا. ما لاحظناه إلى حد الآن هو غياب ملاحظين الدوليين والملاحظين الوطنيين يعني الملاحظين المحليين عفوا. تقريبا على 10 مراكز اقتراع نجد ملاحظ وحيد، أيضا غياب أحد المترشحين أو تقريبا أحد المترشحين موجود ملاحظ وحيد على كل مكتب اقتراع، يعني ثم نقص في الملاحظين الخاصين بالمترشحين. ما عدا ذلك هو أنه نجد أعوان وأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية قفصة أنهم يساعدوا المواطنين ويعاونوا في المواطنين للالتحاق بالمكاتب الخاصة بهم وإرشادهم وتقديم النصائح اللازمة اليوم في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024-2029. واضح، دونك نجم نقولوا اللي ما فماش تجاوزات، ما فماش خروقات تم تسجيلها من قبل الملاحظين او من قبل المشرفين على مراكز الاقتراع. حسام، انا كنت في اتصال هاتفي مع الهيئه الفرعيه للانتخابات بقفصه انه تم التسجيل ومش تم تسجيل، يعني ملاحظه يعني اعتبرتها الهيئه الفرعيه للانتخابات هي غير معنيه بالخروقات للصمت الانتخابي، هو انه احد المواطنين في احد الدوائر الانتخابيه التابعه للدائره الانتخابيه بقفصه انه يحمل صوره احد المترشحين امام احد مراكز الاقتراع في معتمديه المتلوي. الهيئه الفرعيه لم تعتبره هذا انه خرق للصمت الانتخابي ولعمليه الاقتراع، لذلك يعني الى حد الان الى حدود الساعه 11 صباحا لم يتم تسجيل اي يعني اي خرق او تجاوز عفوا قانوني للانتخابات الرئاسيه 2024-2029. واضح، شكرا لك سيد حسام الدلالي مراسلنا بيان ايفيدامون في قفصه، واللي باش يكون لنا معاه عوده ان شاء الله معايا ومع زملائي بيان ايفيدامون فيو اللي تخطيطنا الخاصه كما قلنا مازالت مستمره بارتيغ من نص النهار. زميلتي مريم القاضي باش تكون حاضره معكم حتى الماضي ساعتين ونص، زميلتي ريم الانجليز جوست ابخي، وليد برحومه زاد كيف كيف. دونك كما قلنا اليوم برمجتنا خاصه متواصله معكم حتى لل 11 متاع الليل كما قلنا لكم، سينو بعد لحظات